الحوثيون يقتلون الطفل صابر الصمادي برصاص قناص ويستهدفون أكثر من 30 سجينة بست قذائف مباشرة. تنديدات حكومية وحقوقية واسعة، لكن ما هو أثرها على واقع المدنيين يا ترى؟ وما هي خيارات أبناء تعز أمام هذا القتل المجاني بعد توقف معركة التحرير منذ سنوات؟ أهلا بكم. رغم الظروف المربكة التي تمر بها اليمن جراء مخاوف انتشار فيروس كورونا، إلا أن الحوثيين لا يعيقهم أي ظرف لمواصلة مسلسل قتل المدنيين في تعز منذ حصار المدينة قبل 5 سنوات. صابر الصمادي طفل في 12 من عمره، استهدفه قناص حوثي بينما كان يلعب أمام بيته هو وشقيقه صباح اليوم الاثنين في حي عصيفرة. وبالأمس ارتكبت ميليشيا الحوثي مجزرة مروعة بقصف السجن المركزي الخاص بالنساء في تعز، مخلفة استشهاد 6 نساء وجرح أكثر من 25 أخريات. أثارت هذه المجزرة موجة غضب شعبي وتنديد حكومي وحقوقي واسع، حيث طالب مجلس النواب الأمم المتحدة والمبعوث الأممي باستنكار هذه المجازر واتخاذ موقف واضح تجاه جرائم ميليشيا الحوثي. لكن ما يمكن أن يغير الوضع على الأرض ليس إصدار التنديدات ومشاعر القلق، بل استئناف معركة التحرير تعز المتوقفة منذ سنوات لأسباب غير مفهومة حتى اليوم. بعد 5 أعوام من الحرب، يبدو أن يوميات القصف على رؤوس المدنيين التي تنتهجها ميليشيا الحوثي في مدينة تعز لن تتوقف. بالأمس استهدفت الميليشيا مبنى السجن المركزي الخاص بالنساء ب6 قذائف أطلقت بدقة كما تقول المصادر، لتخلف 6 شهيدات وأكثر من 20 جريحة من نزيلة السجن، بينهم طفلة في 10 من عمرها كانت في زيارة لوالدتها. واليوم وبينما كان الطفل صابر الصمادي وشقيقه يلعبون أمام منزلهم بحي عصيفرة، إذا برصاص قناصة ميليشيا الحوثي تخترق أجسادهم البريئة ليسقط صامت ذو 12 عاما شهيدا، فيما شقيقه الأصغر في حالة حرجة في المستشفى. يستأنف الحوثيون مسلسل القتل الممنهج في تعز بلا مراعاة للظروف التي يمر بها اليمنيون والعالم في مواجهة فيروس كورونا، ليثبتوا لليمنيين والعالم أن القتل بالنسبة لهم هدف في حد ذاته، وأنهم مستعدون لممارسة هذه المهمة تحت أي ظرف. حادثة قصف النساء في السجن المركزي وقصف المنشآت الاقتصادية التابعة لشركة صافر في مأرب لاقت إدانات واسعة، وطالبت البيانات الحكومية المبعوث الأممي مارتن جريفيث بالعمل على إيقاف مسلسل القتل المجاني للحوثيين واتخاذ موقف واضح من هذه الجرائم. في 5 إبريل تحتفل الأمم المتحدة بيوم الضمير العالمي، غير أن ما يحدث في اليمن لم يحرك بعد ذلك الضمير الأممي الذي يتعامى عما يحدث لليمنيين في 5 إبريل وكل يوم على مدى 5 أعوام. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية المحامي والراصد الحقوقي علي السراري من تعز، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير بداية علي. مساء النور قناة بلقيس. أهلا بك. حقيقة يعني تزايدت جرائم ميليشيا الحوثي ما بين قنص واستهداف أيضا وقصف لمنشآت مدنية. أود يعني لا أدري حقيقة من أين نبدأ، ولكن دعنا نبدأ من آخرها وهي جريمة قنص الطفل صابر وأخيه اليوم في حي عصيفرة من قبل قناص. ما هي أبعد هذه الجريمة؟ أولا الرحمة للشهداء، ربنا يعني يصبر أهلهم على ما حدث من نكبة داخل السجن المركزي، والشفاء للجرحى، وكذلك ندعو الله أن يصبر أهالي وذوي الأطفال الذين تم قنصهم اليوم صباح اليوم في منطقة عصيفرة من شمال المدينة من تلك الميليشيات المتمركزة شمال المدينة والتي تقنص كل ما هو حي في تلك الأماكن. من المعلوم بطبيعة الحال أن هناك
أعيان مدنية، وهناك مناطق تكتظ بالسكان، وهناك أحياء سكنية. من المعروف أن هذه الأماكن لا يقطنها جنود وليست مواقع عسكرية، ولا توجد فيها منصات صواريخ، ولا توجد فيها قواعد صواريخ من أجل أن يتم قياس الهدف العسكري وقصفه بتلك الصورة البشعة التي استهدفت السجينات. من الأطفال كانوا يلعبون بجوار منزلهم، تم قنصهم كالعادة من قبل القناص المتمركز شمال المدينة، ويبدو أن هناك قناصة جدد، فكلما استلم القناصة الجدد أماكنهم كلما حاولوا أن يثبتوا لسيدهم بأنهم قادرون أن يقتلوا، لأن مشروعهم القتل، لأن مشروعهم هي الدماء، لا بديل لذلك. الميليشيا المتمركزة، وأنا في الطريق الآن في هذه اللحظات وأنا في طريقي إلى الاستوديو، هناك قصف على الأحياء السكنية في شرق وشمال المدينة من المناطق التي تتمركز فيها الميليشيات. لا يوجد أي مبرر على في ذلك القصف، لا يوجد أي هدف عسكري، لا يوجد سوى مزيد من الدماء ومزيد من القتل ومزيد من الذي يريده الحوثي أستاذ نهر الدماء التي قصف الطفل وهو يلعب أمام منزله وأخيه. الآن تخبرنا بأنه يتم قصف المدينة بقصف عشوائي، ما الذي يريده الحوثي؟ هل يريد الإنهاء على المدنيين؟ يعني كما تفضلت لا يوجد أي يعني اشتباكات في هذه الأماكن حتى نقول أنه يجوز لنفسه هذا القصف. بالفعل نحن نستغرب فقط من الذين يبررون للقتلة والمجرمين. منذ أكثر من 5 سنوات وميليشيا الحوثي وهي تقنص وتزرع الألغام حول المدينة وتقصف المدينة بالأسلحة الثقيلة وبسلاح الهاون وبقذائف اعتبرها القانون الدولي الإنساني قذائف عشوائية لا يحق لأي طرف من أطراف النزاع استخدامها على مناطق تكتظ بالسكان أو أعيان مدنية. عموما قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الأربع حرصت بأن لا يتم استهداف المدنيين وأن لا يتم إقحام المدنيين في الحروب، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، ولا يحق لأي طرف من أطراف النزاع أن يجعل من المدنيين هدفا عسكريا بمجرد أن هناك هدفا عسكريا بجواره. تتم عملية مفاضلة، فعندما يتم قصف ذلك الهدف العسكري يجب اتخاذ التدابير اللازمة من التناسب والتمييز وأخذ الاحتياط. أخذ الاحتياط يكمن في أخذ التدابير الاحترازية في تجنيب المدنيين تلك القذائف، خاصة من القذائف التي اعتبرتها قواعد القانون الدولي قذائف عشوائية لا يحق استخدامها في المناطق التي يوجد فيها مدنيين أو أعيان مدنية. الحرب هي أنشئت لدفع الضرر، والضرورة تقدر بقدرها، هذه قاعدة شرعية يعني أتى بها الإسلام. وإذا تم دفع الشر فلا يجوز بعدها الاعتداء شرعا، لقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. من المعروف ومن المعلوم أن جماعة الحوثي في بعد أن حاصرت مدينة تعز تمركزت في مناطق عدة وفي مرتفعات وفي سهول، وجعلت من المدنيين هدفا عسكريا. لا تمر يوم ولا ليلة إلا وهناك ضحايا من المدنيين ومن الأطفال ومن حتى يعني السيارة التي تنقل المواطنين أو السيارة التي تنقل مواد غذائية أو أدوية، لا تفرق تلك الميليشيا. القتل بصورة ممنهجة وبصورة مدروسة من أجل كسر هذه المدينة، من أجل إيقاع المزيد من المدنيين، لتأديب هذه المدينة كما هو معروف. نحن نسكن في هذه المدينة منذ أكثر من 5 سنوات ونشاهد بأن كل ما يتم قصفه إما مناطق يعني للعب الأطفال أو مناطق لقلب الماء السبيل كما يقولوا في محافظة تعز أو في المنازل حتى داخل غرف النوم. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ علي أن تنضم معنا سيدة إيناس زايد المحامية والناشطة الحقوقية عبر الهاتف من عمان. مساء الخير أستاذة إيناس. مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين.
أهلا بك. إذن كيف تابعت قصف ميليشيا الحوثي لسجن النساء في تعز وسقوط 30 ضحية، 6 منهم شهيدات و 25 أو 24 تقريبا جريحة؟ نعم، يعني هذه الواقعة الدامية حقيقة والجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الإنسانية بالأمس تثبت لنا بأن الأطراف النزاع في اليمن لا يفرق بين الظروف العادية والظروف الاستثنائية أو ظروف انتشار الأوبئة كما يحدث الآن في العالم بعد جائحة الكورونا. يعني قبل أيام انطلقت حملة إلكترونية بعنوان أنقذوا سجناء اليمن من أجل إطلاق سراح آلاف السجناء والمعتقلين لدى أطراف النزاع خوفا عليهم من الموت بسبب فيروس كورونا، ولكن بالأمس يعني تابعنا وشهدنا مقتل هؤلاء المعتقلات بقصف صاروخي لا يوجد له مبرر على الإطلاق سوى أنه يعني يضاف إلى مجمل الجرائم المرتكبة على أرض اليمن، بالإضافة إلى أنه يخرق كافة قواعد القانون الدولي الإنساني لأنه يستهدف أعيان مدني أو عين مدني، لأن السجون محرم وتعتبر جريمة حرب استهدافها بهذه الطريقة. الأخطر من أيضا اعتبار هذه الواقعة وكونها جريمة أيضا للقانون الدولي الإنساني، البعد الآخر الأخطر لهذا الأمر هو إفشال وإحباط كافة مساعي الهدنة التي كانت يعني على مشارف أن تتم بسبب فيروس كورونا والتي طالبت بها الأمم المتحدة، وكان على يعني على مشارف أن تتم هذه الهدنة، ولكن بعد القصف الصاروخ الذي تم بالأمس يعني هذا الأمر أحبط أي هدنة وصعد الموقف بطريقة تجعل كافة المدنيين اليوم معرضين إلى خطرين حقيقيين، أولا خطر فيروس كورونا وأيضا خطر القصف والاستهداف المباشر. نعم، جرائم ميليشيا الحوثي لم تنتهي بالقصف أمس وربما لا تود الانتهاء، فاليوم تم قنص الطفل صابر الصمدي وهو يلعب أمام منزله وجرح أخيه أيضا. يحدثنا قبل قليل ضيفنا عبر الأقمار الصناعي على إصراري وهو محامي وراصد بأن الميليشيا لا زالت حتى الآن تقصف الأحياء المدنية، هل أمنت ميليشيا الحوثي عدم المساءلة، عدم اتخاذ أي إجراءات ضدها من قبل المجتمع الدولي؟ يعني استمرار الجرائم إلى غاية اليوم وأيضا استمرارها طوال السنوات الماضية يعني كان بفعل الأمن العقاب أو بالأحرى يعني عدم المساءلة وعدم وجود رادع حقيقي لكافة أطراف النزاع والتي من ضمنها ميليشيا الحوثي من أي عقوبة أو أي مساءلة على جرائم المرتكبة من قبلهم. يعني شهدنا العديد من الجرائم والكثير من سفك الدماء في اليمن، أطفال يعني فقدوا حياتهم وفقدوا أهاليهم أيضا جراء استهداف لا يوجد أي مبرر له ولا يوجد أي غاية منه إلا فقط سفك الدماء. ولكن يعني نحن نقول دائما كحقوقيين بأن المساءلة هي التي توقف هذه الحرب، ولو كان هناك يعني نية وإرادة سياسية حقيقية بوقف الحرب في اليمن لتم هذا الأمر منذ زمن بعيد، ولكن نجد لليوم فشل أممي في السيطرة على النزاع المسلح في اليمن، لا يوجد هناك جدية في فتح التحقيقات، جرت العديد من التحقيقات وتم إرسال العديد من المبعوثين إلى اليمن، ولكن كافة التقارير والنتائج التي صدرت عن هؤلاء الخبراء تم وضعها في الأدراج، لم يفتح تحقيق جدي أو محاكمة حقيقية لهؤلاء المجرمين، لذلك هذا الأمر كله يعزز ويضاعف الجرائم اليوم في اليمن، ولا ندري نحن يعني للأسف كحقوقيين متى سينتهي هذا المسلسل الدامي من الصراع. نعم، إذن أستاذة إيناس، تعز 5 سنوات منذ الحصار والانتهاكات ضد المدنيين، ونستغرب لما ليست ضمن نطاق الأمم المتحدة. نعلم تماما كيف تضج الأمم المتحدة ومنظماتها حين يتعلق الأمر بتحرير الحديدة أو بالاقتراب من صنعاء أو أي مكان يمس سيطرة الحوثيين، أما تعز لا يوجد حديث حقيقي حولها، لماذا برأيك؟ يعني أنا لا أحب ولا أحبذ أن يتم تقسيم يعني الصراع في اليمن إلى مناطق، ولكن إن أردنا أن نقول بأن يعني
هناك قدرة لإنهاء ما يجري على أرض اليمن؟ نعم هناك قدرة وهناك العديد من الحلول، وقمنا نحن كقانونيين بطرح العديد من الحلول التي من الممكن إنهاء الصراع صراع اليمن من خلالها، ولكن لا يوجد، أكرر، لا يوجد إرادة لفعل ذلك. لا، يبدو أن هناك تجاذبات سياسية ومصالح سياسية على الأرض لا يمكن أن أخوض فيها، ولكن في المجمل لو كانت هناك إرادة لإنهاء هذا الصراع لتم وضع حد له منذ زمن. اليوم الحديدة، تعز، صنعاء، كافة المناطق لا يدفع ثمن الحروب فيها إلا المدنيين العزل الذين لا يملكون أدنى مقاومة عن أنفسهم أو مقاومة أو دفاع عن أنفسهم. اليوم هم من يدفعون هذا الثمن. لذلك لما تبقى من إنسانية لدى الجهات الأممية ولدى الأمم المتحدة يجب أن يتم وقف هذه الخسائر اليوم قبل غد. نعم، إذن شكرا جزيلا لك إناس زايد، المحامية والناشطة الحقوقية، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. عودة إليك أستاذ علي. أستاذ علي، سمعت الحديث الأستاذة إناس زايد والتي تحدثت بأنه يمكن الحل في اليمن لو أريد له ذلك، ولكن يبدو أن هناك تجاذبات سياسية وصراعات على الأرض هي ما تجعل الأمر بهذه الصعوبة. ما الذي يعيق وجود حلول في اليمن أستاذ علي؟ أختي العزيزة، نحن نعرف بأن عندما تحركت جميع الدول من أجل الحفاظ على النفس البشرية وأخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على النفس البشرية والمواطنين من هذا الخطر المسمى بكورونا، يعني تحركت جماعة الحوثي لقتل المواطنين سواء في مأرب، سواء في محافظة تعز، سواء في الضالع، سواء في الحديدة، ولا تمر يوم إلا وهي تثبت سوء النية عندما تقوم بزراعة الألغام على مداخل ومخارج القرى والمدن والطرق العامة واستهداف يعني شاحنات الغذاء التي تتجه لمساعدة المواطنين واستهداف كل ما يتحرك واستهداف المواطنين والمتنقلين. هم لا تمر يوم إلا وهم يثبتون سوء النية بأنهم لن يوقفوا الحرب ولن يجلسوا على طاولة واحدة، وما يهمهم هو تنفيذ أجندة معينة تتبع جهات معينة مشبوهة، كما صدر قرار اتهام بهم من المحكمة الجنائية من النيابة الجزائية المتخصصة في عدن، والتي اتهمتهم بأنهم تابعين لدولة أجنبية وسمتها بأنها إيران. هؤلاء لديهم مشروع السيطرة، مشروع احتلال اليمن، يثبتون دائما لأسيادهم بأنهم سوف يقتلوا مزيدا من المواطنين من أجل يعني من أجل تحقيق هذه النتائج وهي احتلال اليمن وقتل عدد كبير من المواطنين. هم لم يحترموا أي اتفاقية السويد. منذ اتفاقية السويد هناك أعداد مهولة وأعداد كبيرة من القتل والدمار وزرع الألغام ومن التقطعات ومن الاختطافات ومن التعذيب في السجون ومن حالة الوفاة في السجون نتيجة التعذيب البشع والوحشي الذي يمارسونه جماعة الحوثي على المختطفين. كنت أود أن أعلق على الزميلة المتحدثة بأن هي وصفت أن النسوة اللاتي في السجن بأنهن معتقلات. هن ليس معتقلات، سجينات في قضايا جنائية مختلفة، وكان الأمر هناك ترتيب لإخراجهن اليوم، لكن جماعة الحوثي هي تعلم جيدا بأن هناك يعني لجنة زارت السجن فقامت بالاستهداف، كما كنا نعقد جلسات محاكمة في السجن في القضايا الجسيمة والقضايا الجنائية، كان يتم يوميا استهداف السجن المركزي وكنا ننجو من الموت بعقوبة نحن والمحامين والقضاء. لماذا برأيك ما هي مصلحة الجلسات في استهداف السجن المركزي أستاذ علي؟ استهداف السجن المركزي له عدة دلالات. أولا إيقاف القضاء، وأتى مزامنا مع الحملة الشعواء والخطيرة على القضاء وعلى القضاء في محافظة تعز. محافظة تعز بدأت بالقضاء من الصفر وانتهجت مسار الدولة في هذا الجانب القضائي. هناك قضايا حلت وهناك قضايا يعني ما زالت أمام محاكم والنيابات، والأمور يعني تجري مجراها الصحيح.
إلا أن هناك حملة تزامنت معها تلك القذائف، وهو مشروع واحد لا 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 يوجد بينهم فرق بين الذين يستهدفون القضاء وبين الذين يستهدفون السجناء والأعيان المدنية بالقذائف والصواريخ، من أجل إيقاف عجلة الدولة وعجلة الشرعية في داخل هذه المدينة ولو حتى بصورة نسبية. ميليشيا الحوثي لم تكن تقصف هذه الأعيان المدنية بشكل عشوائي كما يعتقد، ولكن هناك قصف ممنهج وهناك أهداف رتبوا لها مع الخونة والعملاء من الداخل، والذين يحاولون إيقاف محافظة تعز عند حدها وإيقاعها في فوضى عارمة وفي اختلالات أمنية. هناك أعمال مقصودة، وهناك بعد ما أعلنت الدول بأن يتم إخراج عدد كبير من السجناء وتوجيه النائب العام بأن يتم إخراج عدد كبير من السجناء من الذين أعمالهم أو جرائمهم لا ترتبط بقضايا القتل أو المخدرات، هذا كان سيفضح جماعة الحوثي بأنهم لن يطبقوا هذه التوجيهات أمام الدول، ولن يفرقوا عن أحد، ولن يفرقوا عن المختطفين، ولن يفرقوا عن المعتقلين. هذه الجماعة تمارس أعمال خارجة عن العرف وعن القوانين وعن الأخلاق وعن القوانين الدولية الإنسانية وعن جميع الاتفاقيات. لم نسمع لجريفيث أي تعليق بشأن ما حدث بالأمس ولا بكل الجرائم التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، فيعني لماذا هذا الصمت برأيك؟ منذ متى والأمم المتحدة أو جريفيث أو أي مبعوث من مبعوثيها يعلقون على ما يحدث في تعز وهم يعلمون بأن هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أطفال تعز؟ والجريمة الأولى والأخيرة هي حصار محافظة تعز، 5 سنوات من الحصار. من الذي تحدث عن الحصار؟ من الذي يعني اعترض على أسلوب يعني قمع المواطنين ويعني المرور بالمواطنين من أماكن متباعدة وأماكن خطيرة، والمسافة هي من جولة القصر إلى الحوبان أقل من 5 دقائق؟ من الذي اعترض على ذلك؟ لا منظمات دولية ولا الأمم المتحدة ولا المبعوث الأممي جريفيث، هم شركاء الحوثي في تلك الجرائم، والحوثي استمر بتلك الجرائم وارتكاب تلك الجرائم البشعة إلا عندما رأى ذلك الصمت الدولي الذي شرع له بأن يمارس وأن يستمر وأن يقتل، وأن لا يوجد قانون ولا توجد جهة تردعه أو توقفه عند حده. نعم، إذن هناك من يتساءل أين هو الجيش أستاذ علي؟ يعني هل سيظل يتابع ما يحدث للمدينة المحاصرة من قصف وقتل المدنيين؟ يعني المعركة متوقفة واستمرار قتل المدنيين هو الذي يعني يعمل الآن، لماذا برأيك؟ تحدثنا كثيرا كلما استمر عملية التحرير متوقفة تستمر عملية القتل، تستمر الانتهاكات، يطول الحصار، يعني يستمر الاختطاف، يستمر القمع، يعني تقتل الحياة، تدمر الحياة بجميع جوانبها وجميع نواحيها. الأمر لدى من عندما نقول التحرير؟ كل مواطن في المدينة وحتى خارج المدينة وحتى في مناطق سيطرة الحوثي يبحثون عن التحرير. يعني لقد سئموا ممارسة الحوثي، هناك قمع، هناك جبايات، هناك تجنيد إجباري، هناك منهج مدمر لعقلية الأطفال، هناك اختطاف للنساء واغتصاب وتحرشات جنسية، هناك أعمال يندلها الجبين تمارسها هذه الميليشيات، لكن الأمر يتوقف عند التحرير. التحرير يعني من لديه قرار التحرير؟ الجيش الوطني في محافظة تعز ينتظر ساعة الصفر، ونحن نشاهد دائما عندما يتقدم في منطقة معينة يتم إرجاعه إلى تلك الأماكن التي يتحرك منها، وهذه كارثة، وهذا يزيد الحوثي عتوا ويزيده نفورا ويزيده يعني استمرارا للقتل والدمار والحصار. نحن ننتظر التحرير بفارغ الصبر، ومناطق سيطرة الحوثي تنتظر التحرير بفارغ الصبر لكي ينقذوا المواطنين وينقذوا التجار وينقذوا الطلاب وينقذوا المعلمين. البلاد تمر للهاوية كلما تأخر التحرير، لذلك نحن من هنا نستغلها فرصة ونناشد
العالم بأن يضغطوا على الشرعية وعلى التحالف بأن يستكمل التحرير في جميع أرجاء اليمن من أجل أن ينقذنا من هذا الصلف ومن هذا الضياع. 5 سنوات من الضياع. نحن نناشد الإنسانية والعالم أجمع بأن ينقذ اليمن من هذا الضياع الذي تعيشه. أبناءنا في مناطق سيطرة الحوثية يتعرضون إلى يعني مسح للهوية الوطنية. هناك مناهج خطيرة على أبنائنا. سنتصادم مع أبنائنا الذين هم في الحوبان. سنتصادم معهم بأفكارهم المنحرفة والمختلة والسلالية والطائفية. أنا أشاهد أطفال من أبناء قريتي يؤدون الصرخة، وهذا أمر موجع، يوجع القلب. ونحن نناشد من هنا من قناة بلقيس بأن التحرير أصبح واجباً شرعياً، والتخاذل عنه يعتبر خيانة وعمالة. نعم، إذن شكراً جزيلاً لك المحامي والراصد الحقوقي علي السراري، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. وينضم معنا الآن أيضاً عبر الأقمار الاصطناعية ولكن من مأرب الصحفي خليل المليكي. مساء الخير أستاذ خليل. مساء النور، أهلاً بك وبضيفك الكريم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بك. ونحن نتابع قصف ميليشيا الحوثي هنا وهناك. أردنا أن تضعنا في تفاصيل الاستهداف الذي طال المنشآت الاقتصادية التابعة لشركة صافر في مأرب أستاذ خليل. نعم، الميليشيا الحوثية لم تتورع عن شيء أو عن أي مصلحة من مصالح الشعب اليمني إلا وقصفتها، أوقفت الحياة في شتى المجالات في المناطق التي تسيطر عليها والتي لم تسيطر عليها أرسلت إليها القذائف، وهو ما حصل أول أمس حين قصفت الميليشيا الحوثية محطة النفط التي تنقل النفط إلى رأس عيسى. هذه المحطة هي مصلحة عامة للشعب اليمني ككل، والحكومة الشرعية لم تقطع النفط أو الغاز عن مناطق سيطرة الحوثي، مع العلم أن الميليشيا الحوثية تتاجر بمعاناة الناس وترفع من قيمة الغاز ومن قيمة النفط ومن قيمة البترول. الميليشيا الحوثية العالم كله انخفض عنده سعر البترول وما زال مرتفع عندها فوق 6000 ريال. هذا ما يحدث بالنسبة للمصالح العامة هنا في محافظة مأرب أو في غيرها من المحافظات. استهدفت هذه المحطة التي ظلت اليوم كامل وهي تحترق. هذه المحطة التي هي من ملك لليمنيين ككل ومصلحة عامة للشعب اليمني. هذه المحطة موجودة في منطقة من المناطق التي سيطر عليها قوات الجيش الوطني ولم تتأذى يوم من الأيام، ولم حتى طلقة واحدة لم ترمى عليها من قبل قوات الجيش الوطني في أي وقت من الأوقات خلال 5 سنوات. لكن الميليشيا الحوثية استهدفت هذه المنشأة. حينما توجع الميليشيا الحوثية تذهب لقصف الأحياء السكنية كما حدث يوم أمس في محافظة تعز، واليوم تقلص طفلين في محافظة تعز أحدهما شهيد. هذا ما يحدث للميليشيا الحوثية. أوجعت حين خسرت هيلان أمام أبطال الجيش الوطني وقامت بقصف هذه المنشأة الحيوية يوم أمس. وأنتم تعلمون أن ذهب يعني بعض الصحفيين لتغطية هذا الحدث، لاحقتهم الميليشيا الحوثية بالقذائف، بقذائف الهون أكثر من قذيفة كادت أن تقتل مراسلي قناة بلقيس خليل وعلي وكذلك بعض المصورين الذين كانوا معهم. هذا هو نهج الميليشيا الحوثية مع اليمنيين ككل. نعم، إذن برأيك ما وراء التصعيد الحوثي على المنشآت المدنية؟ الميليشيا الحوثية دائما في تصعيد، لما تكف يدها يوم من الأيام عن قصف المأرب أو تعز أو غيرها من المناطق التي لا تسيطر عليها، يعني من أمن العقوبة أساء الأدب، وهذا هو ما يحدث مع الميليشيا الحوثية. الميليشيا الحوثية حين وجدت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي صامت عن فعلات عن أفعالها، صامت عن ما تقوم به من قصف. اليوم يجري في مبعوث اليمن، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، يعني أصدر بيانا فضفاضا عائما لا يفهم منه من هو الذي قام بقصف الأحياء، من قام بقصف سجن النساء في تعز وراحت ضحيته 5 نساء وطفلة و28 جريحة، منهن إصابات خطرة. يعني أن الميليشيا الحوثية تقوم بالتصعيد وهي تعلم أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتغاضى عن تحركاتها، يتغاضى عن جرائمها، لم تدن أو لم تقم بأي واجب من الواجبات التي عليها الأمم المتحدة تجاه انتهاكات الميليشيا الحوثية بحق
اليمنيين سواء في مأرب قبل ما يقارب من شهر وعشرة أيام، قصفت حي الزراعة وأحرقت مجموعة من المنازل، وكذلك قبل فترة قصفت منزل بجوار منطقة الروضة وراح ضحيته خمسة شهداء. هذا هو فعل الميليشيا الحوثية. لن تتوقف الميليشيا الحوثية إلا إذا تقدم الجيش الوطني ويعني أبعد هذه الميليشيا وقام بكف هذا اليمنيين، وهذا ما نأمله في الأيام القادمة. نعم، يعني تزامن تحركات الحوثي في أكثر من منطقة أستاذ خليل، يعني وكأن الشرعية أصبحت هي الطرف الأضعف، تنتظر فقط ما الذي سيقوم به تقوم به ميليشيا الحوثي حتى تقوم هي برد الفعل. أليس هذا كله يجعل من ميليشيا الحوثي يعني تتحرك هنا وهناك كيفما شاءت؟ ربما قد يكون هذا عند من يرى المسار الحاصل في والتحركات الحاصلة للميليشيا الحوثية أو للشرعية، لكن بالمقابل الأمم المتحدة إن وجدت أي تحرك للحكومة الشرعية تقوم ب، تعلمون أن غريفيث يعني حين زار مأرب يعني وجه بإيقاف المعارك وكأنه هو من يسيطر على الوضع. الحكومة الشرعية مطالبة بأن تكون موجودة في الميدان، الجيش الوطني يقوم بواجباته، أفراده لم يتلقوا راتبهم منذ أشهر، لا عتب على من هم في الأرض، هؤلاء الأبطال يسطرون أروع البطولات على أرض الواقع. لا عتب عليهم، متراخية كسياسة على العكس، يعني هم ما زال هم الضوء الوحيد الذي بقي لنا من يعني ما يحدث كله. ابقى معي قليلا أستاذ خليل، سأعود إليك، ولكن بعد انضمام الأستاذ عبد الرحمن برمان المحامي والناشط الحقوقي عبر الهاتف من ميشيغان. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء الخير، أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. يعني ربما تابعت كيف أن شهية الحوثيين مفتوحة للمزيد من الانتهاكات التي تقوم بها ضد المدنيين، لم تتوانى ولم تتوقف رغم وجود الكثير من المخاوف من فيروس كورونا وحديث عن هدنة هنا هناك، ما تعليقك؟ نعم، هو للأسف الشديد يعني ميليشيات الحوثي لم تعد تكترث بهذه الجرائم التي ترتكب، وكعصابة مسلحة لا تهتم سواء بسمعتها على المستوى الدولي أو حتى على المستوى الداخلي، يتصرف بصورة يعني مخيفة ومرعبة وتمارس العنف بشكل واسع جدا. عملية قصف السجن المركزي يوم أمس كانت عملية قصف دقيق، القذيفة الأولى التي سقطت كانت استهدفت دخلت من الفتحة مكان التهوية والتشميس للنساء واستهدف قتل السجينات. منظمة السلام اليوم قالت انه اجرت تحقيق حول هذا الامر، وان هناك وجود عدد من الزينبيات معتقلة داخل السجن وبتهمة التجسس، وما كان الهدف من عملية الاستهداف انا يعني ربما يكون استهداف لها للزينبيات التي قد يكون لديها معلومات عن عمليات داخل تعز. اليوم عملية القنص التي تمت لطفلين شقيقين يعني هي لم تكن عملية عشوائية، هي عملية مقصودة. كثير أغلب ضحايا القناصة في تعز هم من الأطفال ومن النساء ومن المدنيين. الجماعة الحوثي تستهدف المدنيين في محاولة لبث الرعب في قلوب الناس، تدعم الوحشية كبيرة، وهي السياسة الإيرانية التي تمارسها إيران مع إذرعها في كل يكون لها تواجد. نعم، إذن هل هناك برأيك طريقة لحماية المدنيين في تعز في ظل هذا المشهد الحالي والحصار القائم عليهم منذ خمس سنوات؟ نعم، المسؤولية هذه تقع على الحكومة اليمنية وعاتق الجيش الوطني ووزارة الدفاع. يجب أن يكون هناك رد صارم، ويجب أن يتم إبعاد مدينة تعز عن عمليات القصف بتحرير المناطق التي هي خصوصا يعني بصوره عاجله المناطق التي تشكل خطوره على تعز. ايضا هي مسؤوليه التحالف الذي يعني الى اليوم خمس سنوات لا زالت هناك مواقع، يعني هناك مواقع ظاهره تقوم بعمليه قصف وقتل المدنيين، والتحالف تركها يعني تمارس هذه الجرائم، ولا ندري ما هي السبب يعني الذي يجعل التحالف يترك دبابه في منطقة محددة. قد قصفت تعز بأكملها، يجب باب معروفة بالقناصة التي تستهدف المدنيين.
فأنا أقول إنه الحكومة اليمنية هي المسؤولة عن حماية المدنيين طبق الدستور وطبق القانون، والجيش الوطني هو المنوط بتنفيذ هذه يعني هذه الحماية، القوات المسلحة والأمن المسؤول عن حماية المواطنين. لذلك يجب على الجيش أن يقوم في عملية تحرير تعز وأيضا تحرير كل أراضي اليمن من هذه الجماعات المسلحة التي تهدد حياة الناس وتمارس العنف المفرط بشكل مبشع. نعم، إذا أستاذ عبد الرحمن، كيف تقيم موقف الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية مما يحدث في تعز المحاصرة منذ 5 سنوات؟ للأسف الشديد الضغط قبل قليل على تصريح للمبعوث الأممي قال فيها يعني لم يحمل أي طرف من أطراف كما يسميها أطراف النزاع في اليمن المسؤولية عن ما حدث في السجن، وفقط هو عرب عن أسفه وعزى أسر الضحايا، وكأنه هناك مخلوقات غريبة جاءت وارتكبت هذا الجريمة لا يعرف من هي، ولم يكون هناك أي إدانة يعني للحوثي الذي مارس عملية القتل. أيضا هناك أيضا إدانة كانت أكثر يعني وضوحا وهي للمناسبة الشؤون الإنسانية في اليمن، قال إنه الحوثيين هو يعني أشار للحوثيين كمن ارتكب هذه الجريمة، وقال إنه هذه الجريمة تتجه إلى جرائم الحرب، فكانت يعني أعتقد إنه يعني مناسبة الشؤون الإنسانية كانت يعني بيانه كان واضح، ويعني أعتقد إنه هناك يعني شيء جيد يعني في الجانب الدولي، ورأينا ما يقوم به المبعوث الدولي من عمل سلبي في عدم عملية تحرير اليمن واستمرار العنف عن طريق بإشراف دولي. نعم، إذا شكرا جزيلا لك عبد الرحمن برمان المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من ميشيغان. عودة إليك أستاذ خليل. أستاذ خليل، ربما يعني من يتابع ميليشيا الحوثي يستغرب التناقض الكبير بين ما تقوله وبين ما تقوم به على أرض الواقع. ظهروا في قادتهم بعض قادتهم في الآونة الأخيرة يتحدثون عن هدنة وعن يعني لابد من وأنهم ينصاعون للهدنة التي تحدثت عنها الأمم المتحدة، وأفعالهم على الأرض لا تدل على أي هدنة أو سلام ينشدونه. ما هو تعليقك؟ لما هذا التضارب؟ هذا هو نعم هذا هو سلوك الميليشيا الحوثية منذ 5 سنوات، من ما تم الاتفاق عليه باتفاق الكويت أو ما قبل اتفاق الكويت من الهدنات السابقة التي تمت مع الميليشيا الحوثية سواء مع بن عمر أو المبعوث الذي بعده أو الغريفيث. هذا هو نهج الميليشيا الحوثية، أنها تظهر شيء وتقوم بشيء آخر على أرض الواقع. الميليشيا الحوثية بالأمس تنكر أنها قصفت سجن النساء، واليوم الصباح تؤكد عملها وجريمتها بقنص الطفلين في عصيفرة. هذا هو نهج الميليشيا الحوثية، لا يمكن لها أن تقول يعني أنها من تقوم بالجريمة الفلانية، مع أنها هي الموجودة وهي الطرف الذي يقوم بهذه الجريمة. هذا هو نهجها منذ 5 سنوات. وكذلك في محافظة الحديدة يعني جرائم كبيرة قامت بها الميليشيا الحوثية، لم تتوقف يوم من الأيام عن القنص أو عن قصف مواقع الجيش هناك، ورصدت الكثير من الانتهاكات، ولكن الأمم المتحدة لم تحرك ساكنا. ما دام أن الأمم المتحدة لم تقم بواجبها تجاه هذه الميليشيا والضغط عليها وكذلك المجتمع الدولي، لا يمكن لهذه الميليشيا أن تتوقف، ولا يمكن لها إلا أن تكون أن تستمر في أعمالها الإجرامية والعدائية ضد اليمنيين. وإن ظهر بعض قياداتها وهم يقولون أنهم لم يقوموا بتلك الأعمال أو لم يقصفوا أو أنهم سيلتزمون، وبالأرض الواقع هي هم من يصعدون وهم من يقتلون المدنيين، هم من يقصفون الأحياء السكنية، وهذا هو نهجها منذ 5 سنوات. والجميع يعرف هذه الحقيقة. نعم، هل يعتمدون على المواقف الركيكة من الأمم المتحدة كما رأينا بيان المبعوث الأممي الذي لم يشير لأي طرف، وأيضا على الناشطين الحقوقيين الذين يتهمون جميع الأطراف في صفحاتهم وفي بياناتهم، هل يعني يثقون أن هناك من سيعزز مواقفهم هذه؟
للأسف هذا هو الواقع. يعني المبعوث الأممي أو مبعوثي الأمم المتحدة منذ أن دخلوا إلى اليمن وهم لم يقوموا بإدانة ما تقوم به الميليشيا الحوثية، وكذلك الكثير من الناشطين الذين اتخذوا من حقوق الإنسان قفازات يعني يصعدوا هنا أو هناك سياسيا أو حقوقيا. كثير من الصحفيين لم يعلق، يعني قتلت نساء في السجن المركزي في تعز هكذا بدون أي إضافة. من قام بهذه الفعلة لا نعلم، كأنهم يعني يغضون الطرف عن ما تقوم به الميليشيا الحوثية ويدافعون عن الميليشيا الحوثية وهم موجودين في دول عدة أجنبية أوروبية وغيرها. هذا هو حال كثير من الناشطين. هؤلاء الناشطين هم من يغطون على جرائم الميليشيا الحوثية ولا ينتصرون للإنسانية، وإن وجد يعني قصف هنا أو هناك أو سقط إنسان هنا أو هناك أو حتى أن إسطبل الخيول الذي تم قصفه قبل أيام قامت الدنيا لم تقعد لدى هؤلاء الناشطين، مع أن ما تم في تعز أمس جريمة حرب وجريمة نكراء لم يقوموا هؤلاء حتى أو لم يقولوا كلمة واحدة بأن الميليشيا الحوثية من قامت بقصف هؤلاء المدنيين وهؤلاء النسوة. هذا هو نهج هؤلاء، هم وجدوا ليغطوا على جرائم الميليشيا الحوثية، وكذلك وجد هؤلاء المبعوثين من الأمم المتحدة يعني ليطيلوا أمد الحرب في اليمن. ولو أن الأمم المتحدة قامت بواجبها تجاه اليمن وتجاه الأطراف وعملت الأطراف جميعا كما يجب في القانون الدولي لا انتهت الحرب منذ سنوات، لكن هذا نهج الميليشيا الحوثية. كلامها فضفاض عائم، لا يمكن أن تحدد الطرف الفاعل وخاصة إن كانت الميليشيا الحوثية. نعم، إذن لنقل بأن الأمم المتحدة لا يعنيها ما يحدث في اليمن أو تتماشى مع ميليشيا الحوثي، ولكن دعني أسألك، يعني أين حكومتنا؟ يعني أين معين عبد الملك؟ أين هادي؟ أين محسن؟ أين الجميع الذين يفترض بهم أن يكون لهم موقف حاسم مما يحدث، وألا تظل فقط تتلقى يعني أقصى ما تقوم به هو بيان مثلها مثل الأمم المتحدة؟ للأسف هذا ما تعودنا عليه من هؤلاء من قيادة الدولة الذين لا يوجدون على أرض الواقع، وإن وجدوا يوجدوا لساعات. هذا هو يعني للأسف هذه الكارثة التي حلت بنا. يعني من هم على الأرض يريدون أن يحرروا البلاد، يريدون أن يقدموا شيء لهذا الوطن، ومن هم خارج البلاد لم يصنعوا شيء، لم يفعلوا شيء، لم يشكلوا حتى فريق دولي يقوم بإيصال جرائم الميليشيا الحوثية للمجتمع الدولي. لم يتواصلوا مع أحد دوليا. يعني بالأمس الميليشيا الحوثية اتفقت أو عقدت مع الوكالة الصينية اتفاق إعلامي، وهذا اعتراف بالميليشيا الحوثية، مع أن كثير من الصحفيين والناشطين يلتقون مع السفير الصيني المقدم أي مصلحة، كلهم يلتقون لمصالح شخصية. للأسف هذا هو أو هذه الكارثة من هؤلاء من يعني قيادة الدولة، أو كثير من قيادة الدولة ما يقارب 90% منهم لم يقدموا شيء لهذا الوطن، بينما يستلمون بالآلاف من الدولارات اعتمادات وسفريات وما شابه ذلك، ولكن للأسف لم يقدموا شيء. يعني وجدوا ك يعني حجر عثرة أمام اليمنيين لتحقيق مصالحهم وما يطمحون إليه. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي خليل المليكي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.